أكتر الحاجات اللي بتشدنا في كل دولة أو قارة أو حتى زمن معين هي عادات وتقاليد الناس اللي عايشين في المكان ده. طبعاً بالذات العادات الغريبة والغير مألوفة لما بنسمع عنها، يا ما بنقول يا ريتنا كنا عايشين في المكان ده لو العادات عجبانا، أو نقول يا ريتنا حتى ما روحنا المكان ده زيارة. اختلاف العادات والتقاليد بيجي من تعدد الثقافات والحضارات طبعاً، ملوش علاقة أبداً بتقدم الدولة أو تأخرها إطلاقاً. كل دولة أو منطقة ليها حضارة وتاريخ خاص بيها. رموز الدولة دي حطت العادات والتقاليد الخاصة بالدولة وطورها الشعب على مر الأزمنة وعلى مر العصور، لدرجة ان في بعض الأماكن اللي ما بيطبقش فيها العادات دي بيبقى كأنه ارتكب جرم أكبر من القتل أو السرقة. تعالوا بينا نقرب العدسة أكتر ونروح على مجموعة أكبر من العادات والتقاليد الغريبة عشان نعرف هل هتقول يا ريتني كنت منهم أو يا ريتني ما زرتهم ولا شفتهم. قطع الأصابع. أيوه أنت سمعت صح، قطع الأصابع دي عادة موجودة في إندونيسيا بتجبر الستات على قطع جزء من أصابعها لما يتوفى حد من أفراد أسرتها علشان يعانوا من الألم الجسدي مع الألم العاطفي. طبعا العادة غريبة جدا، واللي يخلي جسمنا يقشعر بالزيادة إن الست لازم تربط الجزء المقطوع من صباعها بحبل رفيع لمدة 30 دقيقة لتخديره، وبعد كده بيقطعوا الجزء المطلوب قطعه ويكون منع للنزيف. ما تفهمش ليه بيزودوا ألمهم بالطريقة الصعبة دي، كأن ليهم ذنب في موت أي حد بيموت من الأسرة. هو بالفعل تقليد بيحترم عندهم لحد دلوقتي، لكنه غير معقول وغير منطقي. تاني عادة معانا بقى برضو عجيبة جدا، وهي تجليد القدم عند الصينيين. يعني ايه تجليد القدم؟ خلينا نشوف. من حوالي 1000 سنة اعتبر الصينيين ان القدم الصغيرة تعتبر من ملامح الجاذبية والجمال عند النساء، وعشان يضمنوا ان القدم ما يكبرش اخترعوا طريقة غريبة جدا تثبت قدم او حجم القدم عند البنات. اجبرت فيها الفتيات على تثبيت ضمادات ضيقة جدا ما تناسبش حجم رجليهم، وبالفعل نجحت الطريقة دي وقل حجم القدم تقريبا 3 بوصات عن الحجم الطبيعي. المؤلم في الطريقة دي ان الغالب كانت الرجل بتتكسر او عظم القدم بيتعرض للشلل وبيتعرض لمشاكل كتير جدا، بس الحمد لله الثقافة دي اتوقفت دلوقتي. نقدر نقول ربنا يبارك جدا للي وقفها. ما تفهمش ايه ممكن يكون الجمال في حاجة زي كده وهو ممكن يسبب اعاقة. اكيد العادات دي مش كلها خاصة بالنساء بس، كمان الرجالة كان ليهم نصيب منها. العادة رقم 3 معانا اسمها الفحم الساخن. من العادات الصعبة جدا في الصين ان الزوج لازم يشيل زوجته ويمشي بيها على فحم سخن قبل ما يدخل بيتهم الجديد، لان الاهالي كانوا بيعتبروا ان الطقوس دي بتضمن وبتعبر ان الزوجين كده هيعيشوا في حياة هنيئة وسهلة وناجحة. يا ترى مهما كنت بتحب خطيبتك او مراتك تقدر تشيلها وتمشي بيها على فحم سخن؟ العادة الرابعة معانا برضو رهيبة جدا، اسمها كسر الحمامات في الزفاف. عندنا طبعا في بلادنا العربية معروف ان العريس والعروسة عقبال ما بيخلصوا رحلة البحث عن العفش وبيكملوا الدنيا خلاص بتبقى يعني تقريبا جابوا اخرهم، لكن في ألمانيا ليهم رأي تاني تعالوا نشوفه مع بعض. من أغرب تقاليد الزواج هناك في ألمانيا إن هما بيكسروا البلاط والحمامات والأطباق والمرايات في بيت العروسين، واللي بيقوم بده الأصدقاء والأهالي، وده بيعتبر يعني مظهر من مظاهر الفرحة عندهم. وبعدها المفروض على الزوجين إن هما ينظفوا كل الفوضى دي، كل الردم اللي حصل بالكامل كبداية جديدة الحياة. تخيل كده بعد ما توضب شقتك وتتعب فيها وتبتدي هتشم نفسك شوية، يجي لك قريبك ولا صاحبك في ليلة فرحك يكسر لك بيتك. يا ترى ايه رد فعلك وفعل العروسه لما تشوف المنظر ده؟ اظن ممكن نستدعي الاسعاف او نجيب البوليس، علشان الموضوع هنا هيبقى مؤلم قوي بعد التعب ده. رقم 5 معانا هي منع العروسين من الاستحمام. ايوه زي ما سمعت، منع العروسين من الاستحمام. لو كانوا في المانيا بيكسروا الحمامات زي ما عرفنا في العاده اللي قبل دي، عندنا بقى هنا في بلد اسمها برونيو الشماليه، دي موجوده في ماليزيا، بيمنعوا العروسين من الاستحمام او دخول الحمام قبل الفرح لمدة 3 أيام، اعتقادا منهم ان العادة دي هتخلي زواجهم يطول ويستمر بنجاح. مش بس كده، هما بيفضلوا يراقبوهم عشان يتأكدوا ان هما ما يدخلوش الحمام. رقم 6 معانا هي بوفيه القرود. بوفيه القرود ده بيبقى يعني حاجة بصراحة لازم تتشاف. هي يعني هتخليك تستغرب شوية، بس ما تستغربش وخليك كريم. كل سنة في تايلاند بيتم عمل وليمة خاصة بالقرود بكل الاكلات اللي بيحبوها، فاكهة خضار يعني كل حاجة، وياريتها بتتحط بقى في اطباق او اواني. هي بتتساب على ترابيزات عملاقة لزوم ادب الضيافة. ايوة كل ده للقرود في محافظة وبوري في بانكوك
عادي يعني. العادات والغرائب في كل بلد بتبقى بمثابة عادات مقدسة، حتى وهم بيمارسوها بيبقوا بيمارسوها بحب حتى لو كانت مؤلمة وصعبة. يا ترى ايه اكتر عادة لفتت انتباهك بعد كل اللي قلناه؟ استنونا الحلقة الجاية، هنصفركم بلاد تانية مع عادات اغرب واعجب، ان شاء الله هتعجبكم، وخليكم معانا.